كثير منا واجه عطل أو مشكلة بسيارته، لكن المعاناة الأكبر مع الميكانيكي اللي بدك تصلح سيارتك عنده. لنشوف أكثر بتقرير ليث حمد من إربد. عند تعطل سيارتك وعندما تقرر التوجه لإصلاح أعطالها، فإن المدينة الصناعية في مدينة إربد تعد من أهم مناطق تجمع محلات وورش تصليح وصيانة السيارات بأشكالها وأنواعها، وهي المكان الوحيد الذي يرتاده معظم أهالي مدينة إربد لتصليح سياراتهم. المدينة الصناعية منطقة صناعية تيجي شرق محافظة إربد، فيها محلات تصليح السيارات، محلات قطع السيارات، فيها مصانع، فيها محلات صيانة مصانع. بتقدر تحكي انه يعني بتادوها جميع مواطنين، جميع المواطنين يعني لتصليح سيارتهم، فيش منطقة الا المنطقة الصناعية هاي. ومع تمركز هذه المحلات داخل المدينة الصناعية، فان عددا من المشاكل يطال نسبة كبيرة من المواطنين، ومن اهم هذه المشاكل عدم امتلاك نسبة كبيرة من اصحاب المحلات والعاملين فيها على مهنية عالية ومهارة كافية لتصليح مختلف انواع السيارات، مما يتسبب بالضرر الكبير لسيارات المواطنين وصعوبة إيجاد العطل الفني وإصلاحه. 90% من المواطنين بواجهوا مشكلة أنه بس يجي أي واحد بده يصلح سيارته، أنه بيستغلوه، لأنه أول شغلة 90% من الميكانيكية لا يحملوا شهادات أو مش مخولين أنهم يسلموا سيارات بالحكيها أو أنهم يصلحوا سيارات. حلو، وبيجيك أي واحد بتعلم عندك شهر زمان أو شهرين زمان، بفتح محل قبالك بضرب السعر اللي أنت بتشتغل فيه، ومستعد انه يغير 90% من قطع السياره، والسياره بتكون ايش فيها شو المشكله هاي كلياتها. اكتسب اغلبيه الصناعيين في المدينه الصناعيه مهارات تصليح المركبات من خلال عملهم في محلات لمده من الزمن، ولكن النوعيه الافضل من الصناعيين هم من اكتسبوا هذه المهنه من مراكز تعليميه وتدريبيه، ومن ثم انتقلوا ليمارسوا المهنه في سوق العمل. والله انا تدربت المعهد التدريب المهني الرمثة، يعني مش حي الله اني جيت هون، يعني دربت غاد سنتين بعدين جيت وتعلمت، يعني استفدت غاد هون. أما قطع المركبات فهي من المشاكل الرئيسية، حيث تعد عملية البحث عن قطع أصلية مهمة صعبة أمام عدد كبير من الخيارات، تتدرج من القطع الرخيصة المقلدة إلى الغالية الثمن والأصلية. ومع هذا فإن بعض التجار يبيع القطعة الغالية الثمن على أنها الأصلية وهي ليست بذلك. قطع كثيرة، يعني في أكثر من منشأ للقطع، في صيني، في تايواني، في تايلاندي، حسب نوع القطع، كل نوع قطع له سعر. بيجي الزبون كمان اللي الجهل، بيجي الزبون على المحل بفوت بيقولوا له هاي ألمانية، هي امتياز ألمان، تكون تصنيع ألمانية يعني، أو ماخذ امتياز من شركة ألمانية وهي تصنيع الصين. كل زبون مش مدرك هذا الشيء، وهذا اللي مواجهه بالسوق. أما عن المواطنين فقد أبدوا شكوتهم من ممارسات تجار القطع والميكانيكيين، ولكن البعض منهم وجد حلا في ظل غياب الجهات المسؤولة من نقابة أصحاب المهن الميكانيكية عن إيجاد الحلول التي تتمثل بفحص الكفاءات وتدريب غير الكفؤ من المهنيين. أنه عند أي ميكانيكي ممكن يصلح سيارته، وعند أي كهربجي ممكن يعدل قضية الكهرباء، عرفت كيف؟ فعلى مين أنت تروح في المدينة الصناعية ومين بتعرف يقدر يصلح القطعة اللي أنت بدك إياها بغض النظر عن السعر، اوكي؟ فالمشكله في المدينه الصناعيه هي مصداقيه الشخص اللي بيقوم لك في هذا العمل. فاذا كنت تعرف واحد سنوات الخبره بانه هذا خبير، مش حاط صبيين ثلاثه اربعه عنده في المحل فكوا، هذه مشكله. انه هو قاعد على الكرسي عم بدخن نرجيله، اوكي؟ فك يا ولد كذا. ويبقى وعي المواطن وتعامله بشكل مستمر مع ذوي الخبرة والكفاءة من أفضل الحلول الوقائية، وخاصة مع موضوع صيانة المركبات، حيث تعد شريان الحياة، وبتعطلها تتعطل مصالح المواطنين وحياتهم.